مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. العلاقات المصرية العربية تمر بمرحلة غاية في الأهمية مع نهاية عام 2014، حيث تحاول مصر إيجاد حل سياسي للمشكلة الليبية. فاليوم التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الليبي محمد الديري في إطار التعاون بين البلدين للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها ليبيا في ظل التناحر المسلح بين عدد من الفصائل المختلفة. بالأمس أيضا التقى وزير الخارجية مع رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة في إطار المساعي للوصول إلى حل للأزمة السورية بما يضمن حق جميع الأطراف والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، خاصة أن دمشق تعتبر الحدود الاستراتيجية لمصر في الشرق. حلقة جديدة من برنامج مصر في ساعة. قبل أن نبدأ نستعرض أبرز أحداث اليوم. قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بتخفيف الحكم الصادر بحبس الناشطة سناء سيف و22 آخرين من 3 سنوات حبس وتغريم كل منهم 10,000 جنيه في قضية متظاهري الاتحادية بتخفيفه إلى 2 فقط مع الشغل ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة. نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية وفاة مصاب في حادث انفجار المصل واللقاح بالدقي الذي وقع صباح اليوم. نجح رجال المفرقعات وقوات الحماية المدنية في إبطال مفعول قنبلة صوت أعلى كوبري جامعة القاهرة أمام المسرح العائم وأعادت فتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة سيادة السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك سيادة السفير. أهلا بك. معي أيضا دكتور سعيد اللوينزي خبير العلاقات الدولية بالأهرام. مرحبا بك دكتور سعيد. ومعي أستاذ عبد الستار حتيتا مسؤول التحرير في صحيفة الشرق الأوسط بالقاهرة. مرحبا بك أستاذ عبد الستار. اسمح لي أبدأ معك سيادة السفير. بالطبع اليوم مقابلة ما بين وزير الخارجية المصري ونظيره الليبي، كيف تقرأ التحركات المصرية تجاه الأزمة الليبية؟ أعتقد أن أولا السيد محمد الديري ده بنعتبره جزء من مصر أيضا وابن لمصر لأنه اشتغل فيها فترة طويلة مسؤولا إقليميا عن المنظمة الدولية للهجرة، وكان في فترات سابقة تزاملنا معه في جنيف وغيره. المعروف أنه مصر وهي تبحث الآن عن استعادة دورها الفاعل في المنطقة المحيطة أمامها ملفان مهمان جدا، غير ملف المصالحة اللي احنا بدأناه مع الإخوان الخليجيين في مع قطر، إنما الملف الثاني والحيوي جدا والمباشر في أهميته هو الملف الليبي. الملف الليبي أعتقد إن احنا لابد أن يكون لنا حضور في منطقة التسوية السياسية. إذا كنا قد يعني أكدنا تأييدنا ودعمنا لنتائج الشرعية التي أوصلت مجلس النواب إلى الانعقاد وتشكلت منه الحكومة الحالية في طبرق، لابد أيضا أن نمد أذرعنا وأعيننا إلى المناطق الليبية الأخرى التي ما تزال تصارع من أجل حول الشرعية. أنا أذكر أن السيد الدكتور علي التريكي في تصريح مهم نشره في حوار ذكي جدا عملته معاه صحيفة الشرق الأوسط أستاذ عبد الستار، ذكر أنه ليس من المهم منح الأولوية لمسألة الشرعية بقدر ما يهمنا منح أولوية الاعتبار لمسألة الوطنية، الإحساس الوطني والحفاظ على وحدة ليبيا كدولة موحدة. وهذا المدخل جيد وذكي يمكن لمصر أن تلعب به. هي صحيح مصر متمسكة أساسا بشرعية الحكومة القائمة وتبني منها منطلقها إلى التسويات. طب أفهم من ذلك سيادة السفير أن نمد أيدينا أيضا إلى باقي الفصائل الليبية والقوى السياسية الليبية. نعم. ده تقدير الشخص. طب النهاردة البداية اللي عملها أو يعني جزء من المشاورات المستمرة السيد محمد الديري مع وزير خارجيتنا السيد سامح شكري بتعني أن مهمة المبعوث الدولي بتاع الأمم المتحدة أوشكت على أن تبدأ مرحلة جديدة فيها احتمالات الالتقاء في مدينة
في مدينة من المدن الليبية في 5 يناير القادم، تجمع ما بين الفرقاء السياسيين المختلفين. ماذا يمكن لمصر أن تقدم؟ هل يمكن لمصر أن تقدم شيئا في مسألة فتح الأبواب المصرية لعقد لقاءات مسبقة أو تمهيدية ما بين الفصائل المختلفة، ما بين القوى السياسية المختلفة. طب سؤالي هنا دكتور، مع استبعاد طبعا الطرف المحارب الذي والجماعات المتطرفة الذي يحمل فكرا متطرفا. نعم. طب سؤالي هنا دكتور سعيد، يعني مصر تدعم الشرعية في ليبيا، ولكن ايضا سات سفير راى ان مسألة التسوية السياسية، واستخدم لفظ يعني الحضور في منطقة التسوية السياسية، مصر حتى الآن غير موجودة في هذه المنطقة. هل من الواجب أن تقوم مصر الآن وبدور آخر، وهي مسألة لم شمل الفصائل الليبية الموجودة على الأرض، وبالطبع يعني الجماعات المتطرفة ومن يحمل السلاح وخارج الموضوع؟ أولا مصر بالدرجة الأولى يعني تؤكد أن حل القضية الليبية يجب أن يكون حلا سياسيا، معنى ذلك أنها ترفض تماما أن يكون حل عسكري، لأن التجربة أثبتت أن دخول دول أخرى وأطراف أخرى وتدخلات عسكرية إلى آخره لن تحل المشكلة، بل تزيدها تعقيدا. يعني ما دامت هناك قبائل أو فئات أو أطراف جزء من المشكلة عسكريا، فلا يمكن أن يكون حل سياسي وهم موجودين بشكل أو بآخر. بمعنى الأساس أن مصر ترجح الحل السياسي، وتذكرين جيدا أن مصر قامت بتدريب حتى القادة العسكريين أكثر من مرة حتى في مصر، وليس هنا ليس حل سياسي. ويعني الدلائل لا تشير أن مصر يعني تسير في مسألة التسوية السياسية، يعني حتى السيد السفير قال التسوية السياسية تتطلب أن يكون هناك فصائل واجتماعات على طاولة. أين هذه الاجتماعات، وما هي الدور المصري في هذه يعني في هذه النقطة تحديدا؟ الحل السياسي تحديدا من جانب مصر هو لقاءات مع الشرعية، كما قال السيد السفير نحن لن نرجح إلا الشرعية، معنى مجلس النواب، الجيش الوطني الليبي إلى آخره. لكن الغريب العجيب أن هناك فصائل من كل فج عميق جاءت وأفكارها متشددة إلى آخره. مصر لا تضع يدها إطلاقا مع هؤلاء، وإنما تضع يدها مع الجيش الوطني الليبي، وقياسا على ما حدث في مصر الذي أنقذ مصر والجيش الوطني المصري، وبالتالي ينقذ ليبيا من وجهة نظر مصرية محضة إلا الجيش الوطني الليبي. معنى ذلك أنها ترجح بشكل أو بآخر الحل السياسي، لكن شرط أن يكون مع شرعية لا ضد شرعية. طيب هل معنى ذلك أن هناك معارضة معتدلة، من الممكن أن يكون هناك اجتماع فيما بينها، ما بين شرعية الدولة والنظام وبين هذه المعارضة، أم أنت من وجهة نظرك المعارضة فقط في الجماعات المتطرفة الموجودة الآن في ليبيا؟ المعارضة الموجودة موجودة في بنغازي، موجودة في برقة، في طبرق، في مناطق كثيرة جدا. وتذكرين جيدا أنه قبل عدة أشهر كانت قد طرح فكرة تقسيم ليبيا إلى جمهوريات صغيرة أو أقاليم إلى آخره، معنى ذلك أن هناك قوة غربية بشكل أو بآخر تعبث في ليبيا. نحن ضد هذا، وأعتقد أن الرئيس السيسي تحديدا قال كلمة قيلت قبلا في مصر، ارفعوا أيديكم عن ليبيا تجدون كل شيء يعني على ما يرام. نعم. أستاذ عبد الستار، أرى وجهتان نظر مختلفتان فيما يخص التسوية السياسية في ليبيا، وكيف من الممكن أن تكون والدور المصري فيها، أنت إلى أي وجهة نظر تنحاز؟ يا طبعا أنا أنحاز لوجهتي النظر مع بعضهما بعضا، وأريد أن أضيف أن الحل السياسي يعتمد في الأساس على وجود قوة على الأرض. القوة الموجودة على الأرض في ليبيا تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول والقسم الثاني هما ما يسمى بأنصار ثورة فبراير 17 فبراير، أما القسم الثالث فهو من يحسبون على نظام معمر القذافي. المعركة الآن تدور ما بين فرقاء أو شركاء ثورة 17 فبراير، وحدث مثل ما حدث في إيران سنة 79 أن الإسلاميين أرادوا أن يستحوذوا على الحكم وأن يطردوا كل الأطراف الأخرى، ولذلك أنتجوا قانون العزل السياسي تحت تهديد السلاح، ثم أبعدوا القيادات الأخرى وكل من كان ينتمي إلى الدولة الليبية في السابق وهم كثر عن واجهة الدولة الليبية. الجانب الآخر وهو من يقوده اللواء خليفة حفتر والبرلمان الذي انتخبه الليبيين، في إشارة إلى أن الليبيين مع دولة مدنية ديمقراطية وليست مع دولة متطرفة. هذا الطرف يقوم بمحاولة لكبح جماح الإسلاميين
المتطرفين وحشرهم في الزاوية من أجل الوصول إلى مفاوضات سليمة أو مفاوضات متوازنة. للأسف الطرف الذي يمكن أن يضبط المعادلة في ليبيا هو الطرف الثالث، وهو من يحسبون على نظام معمر القذافي، خاصة قبائل ورفلة وقبائل المجارحة وقبائل ترهونة والعديد من القبائل الأخرى التي حتى اليوم تلتزم الصمت ولم تجري أي دولة من الدول الإقليمية التواصل معها، فيما عدا الجزائر، وهذا يعني جديد أنها قامت قبل عدة أيام بالتواصل مع بعض الأطراف القبلية من أجل دعوتها للاستماع لوجهة نظرها في الجزائر. هذه الأطراف الثلاثة إذا كان هناك أفق للحل لابد من الوصول إلى المفاتيح الرئيسية فيها. نعلم أن المنطقة الغربية وبالذات مدينة مصراتة المهيمنين على الجماعات المتطرفة، والجماعة التي تمكنت من ربط كل هذه الجماعات مع بعضها بعضا سواء داعش أو المناصرين لتنظيم القاعدة أو غيره هي جماعة الإخوان المسلمين للأسف. هناك أيضا الجانب الشرقي وأكثر القوى الضاربة فيه هو اللواء خليفة حفتر والجيش الذي معه، وهذا يحتاج إلى مساندة وإلى تعضيد مثلما قال سيادة السفير، إذا كانت مصر قد اعترفت بالشرعية وبالبرلمان وبالجيش الوطني فعليها أن تدعم هذا بأي صور كانت. هذا الطرف الذي حظى باعتراف إقليمي ودولي يشكو في الوقت الحالي من الضعف، للأسف أيديه ما زالت مرتعشة غير قادر على الوصول إلى تفاهمات مع الطرف الثقيل والكبير الموجود في ليبيا وهي القبائل التي كانت مناصرة للنظام السابق. طيب إذا يعني وباختصار شديد عدد من الأطراف موجودة الآن في ليبيا متصارعة، سؤالي تحديدا هل يعني حتى يكون هناك تسوية سياسية داخل ليبيا هل لابد من الجلوس مع كل هذه الأطراف؟ وهنا لا أقصد بالطبع أي جماعات متطرفة أو تحمل السلاح. المشكلة التي تنظر يعني يمكن أن تسبب خلافا طيب. إلى حد ما بين مصر والجزائر هي مسألة الأطراف كما أشار أخي سعيد اللوندي، أن مصر تتحفظ على مشاركة أي من المتطرفين سواء كانوا من جماعة الإخوان أو غيرها. الأطراف الأخرى ومنها بعض الأطراف في الجزائر تريد أن تتحدث مع الجميع لأن المتطرفين يملكون قوة على الأرض، يعني لا يمكن تجاهلها، قوة كبيرة على الأرض حتى من يحمل السلاح. اسمحوا لي سأعود إليكم ولكن بعض الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود.